الاهلي وفريق وادي دجله بنتيجه 1-1 معايا في هذه اللحظات كابتن طارق العش المدير الفني لفريق وادي دجله. كابتن طارق، يعني ببارك لك على النقطه النهارده على اداء فريق وادي دجله خلال المباراه، لكن تقييمك بشكل عام لاداء فريقك بالتحديد النهارده. والله تحياتي ليك والكابتن فاروق. مفيش شك طبعا الاداء متميز جدا امام فريق كبير مع اختلاف الطموحات. يعني فريق النادي الاهلي بيلعب على البطوله، واحنا بنحاول ان احنا نخرج من المنطقه اللي احنا يعني مزنوقين فيها بشكل كبير جدا، منطقه 14. النهارده نقطه اعتقد من النادي الاهلي بمثابه فوز. الولاد تميزوا جدا جدا في خلال المباراه، في رقابه مفاتيح المباراه، في غلق المساحات، وده يمكن اسلوب بيضايق كتير جدا النادي الاهلي. وكنت اتوقع ان النادي الاهلي مع مرور الوقت هيفتح يعني في بعض الهفوات اللي ممكن تستغلها الاخطاء الدفاعيه، وقد كان لو استطاع هلال في الهجمه الاخيره المرتده ان هو يعمل باص جيد لحسام، اعتقد كان هيبقى انفراد تام، كان هيبقى 3-1، كان ممكن تستثمر بهدف. لكن انا راضي على الاداء، الحمد لله في تصاعد في الاداء من ساعه ما توليت، الحمد لله كملنا المشوار من بعد الكابتن حسام، والحمد لله يعني 3 نقاط من المقاولين ثم الاسيوطي ثم نقطه من الاهلي بمثابه فوز. ان شاء الله بشد على الاولاد ان احنا نكمل المشوار، لان احنا محتاجين ان احنا نخرج بدري قبل الدور الثاني ان شاء الله. كان في تغيير اضطراري مبكر خلال الشوط الاول، ده ما اربكش حساباتك شويه؟ ما اربكش، لان عمرو البديل في الباك ليفت، يعني بديل لقلب الدفاع وبديل في الباك ليفت، وادى بشكل كويس جدا، لان يعني باك بباك، فما يعني ما كانش فيه ارباك. استلمت الفريق في ظروف صعبه جدا، النتائج كانت سيئه جدا بالنسبه لفريق وادي دجله، قدرت ان انت تفوز على المصري في بطوله كاس مصر مباراتين ورا بعض في بطوله الدوري، اشتغلت ازاي في فتره قليله كده والنتائج جت ايجابيه بشكل كبير؟ خلينا نقول ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني التوفيق اللي ما كانش مصاحب الكابتن حسام، الحمد لله رب العالمين اشتغلنا عليه بشكل كبير جدا. والولاد كانوا محتاجين معالجه نفسيه، لان النتائج السلبيه انا عارف ان هي بتاثر بالسلب، والحمد لله يعني النتائج المعالجه النفسيه بشكل كبير جدا، لان ما بغفلش الدور ده مع في كل الفرق اللي انا تولت، جابت اثار ايجابيه وسريعه انا للامانه ما توقعتهاش. الولاد ادوا في كل المباريات اللي انا توليتها ولعبناها، سواء المقاولين او المصري، بدينا بالمصري ودور مهم جدا، ثم المقاولين عامل طفره مع الكابتن عوده، حتى الاسيوطي في ملعبه صعب جدا جدا، النهارده بتواصل المسلسل مع النادي الاهلي، يعني في تصاعد حتى في الليفل. فالمستوى بتاع الولاد الحمد لله انا شايفه في تصاعد. الروح كانت مفقوده في الفتره السابقه، النهارده يعني في قتال كبير جدا جدا، في تنظيم، في اسلوب انت بتلعب عليه بشكل جيد، والحمد لله اعطينا تميز فيها سواء بالفوز في المباراه اللي فاتت او حتى النهارده النقطه. وجميع لاعبي وادي دجله في الحقيقه عملوا مباراه جيده جدا، لكن بالتحديد محمد حسن اعتقد احد نجوم المباراه النهارده، تتفق معايا؟ بالظبط، محمد يعني عنصر مبشر، محتاج انا يعني اتكلمت معاه بعض الامور التكتيكيه، هيبقى من العناصر الجيده جدا في المركز ده. الهدف بالنسبه لكم من خلال الموسم السنه دي؟ الهدف هو الخروج بسرعه من المنطقه اللي احنا فيها، لان المنطقه زي ما تشوف متشابكه 14 15 فيها فرق كتيره جدا، فاتمنى ان احنا في المباراتين القادمتين نستثمرهم بشكل كبير جدا، خاصه ان بعد الاداء المتميز ده يعني احنا يعني انا شخصيا مش هقبل غير ان احنا نحسن موقفنا. شكرا. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن طارق العشري المدير الفني القدير لفريق وادي دجله عقب التعادل الايجابي ما بين الاهلي وفريق وادي دجله. اكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي على هذه النتيجه السلبيه، لكن ان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يكمل مشواره في بطوله الدوري العام، وكالعاده ان شاء الله يحقق هذه البطوله الهامه جدا. عوده الاستوديو. اشكرك يا امير. يمكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم بعد نقطه النهارده، نقطه 30 بالنسبه لنا في المركز الثاني، فرق 4 نقاط ما بيننا وما بين الاسماعيلي، ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي اللي في المركز الاول. احنا عندنا مباراتين مؤجلتين،